النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها من آخر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة لهذا اليوم، والتي تشير تقريبا إلى خلو سماء المملكة في ساعات النهار الأولى من تواجد السحب، ولكن بدأت بعض السحب المتوسطة والعالية يعني تظهر في سماء المملكة. على الجانب الآخر على البحر المتوسط هناك تشكيلات من السحب والغيوم التي نستطيع أن نقول لها أنها غيوم ممطرة مرافقة لمنخفض جوي متواجد في تلك المناطق، لكن هذا منخفض الجوي سنتابع عبر خرائط الضغط الجوي سيكون في وضعية ليس له تأثير مباشر على مناطق عديدة من المملكة. خرائط الضغط الجوي والمحاكاة الحاسوبية للضغط الجوي تشير إلى أن اليوم المملكة كانت تحت تأثير امتداد لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر. نشاط الرياح السطحية كان ناتج عن ذلك الامتداد، كما تلاحظون الرياح كانت جنوبية شرقية زادت من الإحساس في البرودة وأثرت بعض الأتربة والرمال، ولكن مع ساعات محلول ساعات المساء تحرك محور هذا المنخفض البحر الأحمر نحو الجنوب الشرقي مبتعدا، وأصبحت تقريبا المناطق الشرقية من المملكة فقط تحت تأثير تلك الرياح الجنوبية الشرقية. تشكل أيضا منخفض جوي كما نلاحظ تقريبا بالقرب من جنوب غرب تركيا. هذا المنخفض الجوي الذي تشكل في تلك المناطق ناتج عن اندفاع لهواء بارد في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. خلال ساعات نهار يوم غد يتوقع أن تبقى المناطق الشرقية للبحر الأبيض المتوسط تحت تأثير تلك أو هذا المنخفض الجوي الممتد ما بين قبرص وجنوب غرب تركيا، في حين تكون المملكة واقعة ضمن يعني بعيدة نوعا ما عن تأثير هذا المنخفض الجوي، لكن هناك ما زال بعض الامتداد وبقايا امتداد منخفض البحر الأحمر، مما يعمل على وجود فرصة لهطول بعض الزخات من الأمطار في تقريبا فترة ما بعد الظهر. وحتى كما تلاحظون مع ساعات نهار ومساء يوم الجمعة يكون المنخفض الجوي متمركز بعيدا عن المملكة، وبالتالي تتراجع فرص الهطول مع ساعات تقريبا الليل مع دخولنا في ساعات الليل تتراجع فرص الهطول بشكل عام. يتحرك هذا المنخفض الجوي باتجاه جنوب جزيرة قبرص وهو مكان غير مفضل أو غير جيد للأردن. هذا المنخفض الجوي يتحرك فجر يوم السبت نحو جنوب جزيرة قبرص، وبالتالي يدفع برياح جنوبية غربية أغلبها تكون جافة خاصة على المناطق كما تلاحظون. إذن هذا الخط يأتي تقريبا من مناطق شمال مصر وهو يأتي باتجاه العاصمة، بالتالي مناطق الوسط والجنوب بشكل عام مناطق يعني تكون فرص الأمطار بها قليلة للغاية. ربما المناطق الشمالية بشكل واضح تقع ضمن تأثير هذه الأمطار، وبالتالي يتوقع أن تهطل الأمطار بين الحين والآخر في تلك المناطق، ربما حتى أن جزء منها قد يكون غزير أحيانا خاصة في أقصى شمال المملكة بمشيئة الله تعالى. هذا ما سنلاحظه عبر خرائط الهطولات المطرية والمحاكاة الحاسوبية للهطولات المطرية. إذن هذا نهار يوم الجمعة، كما نلاحظ المنطقة الشرقية للبحر المتوسط جميعها تقريبا تقع ضمن تأثير يعني هذا أو هذه الأمطار بشكل عام، ولكن مع دخولنا في ساعات تقريبا ما بعد ظهر يوم الجمعة هناك فرصة لأن تشهد بعض المناطق زخات رعدية كما نلاحظ عشوائية من الأمطار في مناطق متفرقة وعشوائية تكون طابعها أكثر كحارة عدم استقرار جوي، وبالتالي تكون هناك زخات متفرقة في وقت سريع، لكن أغلب ساعات النهار الطقس سيكون به لا يوجد به أمطار إنما ظهور لكميات من السحب والغيوم، والفرصة تتهيأ لتلك بعض الزخات المطرية تقريبا في آخر ساعات النهار بمشيئة الله تعالى. أما دخولنا مع ساعات كما نلاحظ تركز الأمطار في المناطق الشمالية تحديدا من المملكة، هذه الأمطار قد تكون غزيرة أحيانا وخاصة في أقصى شمال المملكة، ربما تمتد أحيانا بعض من هذه الزخات إلى المنطقة الوسطى، ولكن الفرصة إجمالا ضعيفة، فالأمطار تتركز أكثر شيء في المنطقة الشمالية من المملكة، وهذا هو مسار تحرك الأمطار من البحر باتجاه المناطق الشمالية من المملكة على تقريبا طول خلال 48 ساعة القادمة، كما تلاحظون هذا مع مرور الوقت حتى أن الأمطار تبدأ بالانسحاب التدريجي نحو يعني الشمال وباتجاه داخل الأراضي الفلسطينية واللبنانية مبتعدا عن المملكة، حيث أن ما تشير الخرائط أن يوم السبت تقريبا معظم المناطق مع دخولنا في ساعات ما بعد الظهر تصبح خالية من هطولات مطرية هامة.
نعود الآن إلى الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة عمان. الأجواء بوجه عام تكون يعني غيوم متفرقة باردة نسبيا للأجواء، درجة الحرارة تقريبا الصغرى هذه الليلة 12 درجة مئوية ورطوبة نسبية 82%، لكن سرعة الرياح تخف وبالتالي الشعور بالبرودة الذي كنا نشعر به خلال آخر يومين بسبب نشاط سرعة الرياح سيقل بشكل لافت. دعونا نتعرف الآن على درجات الحرارة والحالة الجوية المتوقعة غدا في مدن ومحافظات المملكة والتي لنهار طبعا يوم غد الجمعة، التي تتمثل بأن الطقس غدا سيكون خريفيا مائلا للبرودة في أغلب المناطق. نستطيع القول بأن الطقس خريفي معتدل في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، تتكاثر كميات من السحب والغيوم على ارتفاعات مختلفة بشكل تدريجي خلال ساعات النهار، وتتهيأ الفرصة في ساعات ما بعد الظهر لأن تسقط بعض من الزخات المطرية في مناطق عشوائية متفرقة من المملكة، خاصة مع ساعات ما بعد العصر ربما تسحب بعض من هذه الزخات أحيانا بحدوث للرعد. الرياح غدا تكون جنوبيه غربيه ما بين معتدل الى نشطه السرعه، قد تثير بعض الاتربه والرمال سيما في مناطق الباديه يعني الجنوبيه والشرقيه. نبدا بدرجات حراره في اربد شمالا من 21 الى 11، في عجلون من 19 الى 10 درجات مئويه، في جرش من 21 الى 10، وفي المفرق من 21 الى 8 درجات مئويه. المناطق الوسطى في العاصمه عمان من 17 الى 11، في السلط من 19 الى 11، في مأدبه من 19 الى 8 درجات، اما في البحر الميت فترتفع العظمى إلى 25 درجة مئوية في ساعات النهار وصورة 15 درجة مئوية، وفي أزرقاء من 21 إلى 9 درجات. جميع هذه المناطق تسود بها أجواء غالبا غائمة أو متقلبة بين غائمة جزئيا إلى غالبا غائمة طيلة ساعات النهار، عدا آخر ساعتين أو ثلاثة من النهار ربما تتهيأ بها الفرص لأن تشهد بعض الزخات العشوائية من الأمطار. انتقالا للمناطق الجنوبية تكون في جبال أشراف من 15 إلى 8 درجات مئوية، في الطفيلة من 17 إلى 9، في الكرك من 15 إلى 7، وفي معان من 18 إلى 7 درجات مئوية، في حين ترتفع في خليج العقبة إلى 26 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 16 درجة مئوية، مع فرصة تعتبر إجمالا ضعيفة لأن تهطل بعض الزخات المحلية من الأمطار في ساعات ما بعد العصر. المناطق الشرقية من المملكة تكون في رويشد من 21 إلى 11 درجة مئوية، في الصفاوي من 21 إلى 9، أما في الأزرق من تقريبا 23 درجة مئوية العظمى في ساعات النهار والصغرى 10 درجات مئوية. الأحوال الجوية في نهاية هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل تكون على النحو التالي. إذا الجمعة من 17 إلى 11 مع فرصة للأمطار في ساعات النهار الأخيرة وساعات الليلة الأولى، لكن إجمالا في العاصمة عمان أجواء غائمة جزئيا ليلة الجمعة على السبت مع أمطار واردة بشكل لافت في المنطقة الشمالية من المملكة على وجه التحديد. أما يوم السبت فيكون هناك تقريبا أجواء شبه مستقرة، لكن يترافق ذلك مع انخفاض على درجات الحرارة. تراجع درجة الحرارة في العاصمة تقريبا تسجل 14 درجة مئوية في ساعات النهار، تكون يعني دون معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت العام، وليلا 9 درجات مئوية والأجواء باردة. يوم الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لكنها بالرغم من ذلك تبقى أقل من معدلاتها المعتادة، وليلا 10 درجات مئوية ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.